دكتور فالكي زكي بديعة، رئيسة المؤتمر. الجمعية سي لا سوسيتي ماروكين دو ميديسين استيتيك ريجينيراتيف اي فونكسيونيل. هذا المؤتمر تجمع جميع الاختصاصات، تجمع اطباء دكتور اون ميديسين والاختصاصات، اي اختصاص عنده الحق باش يمارس طب التجميل. ولكن حنا الجمعيه ديال كطالب باش الاطباء اللي كيمارسوا هاد الطب التجميل يكونوا متمرنين على هاد الطب. ما يمكنش لاي طبيب بدون دبلوم بدون تمرين يجي يمارس هاد الطب هذا. وعندنا حتى واحد الهدف هو اننا نحميو المريض، وحنا باش نحميو المريض خاصنا ضروري توعية المجتمع بأن المجتمع تيحسبوا التجميل هو ماشي تجميل، طب التجميل، والطب التجميل خاص يمارسو طبيب، لأن كاين جوج ديال الأنواع الطب، كاين الطب الغير المرخص له، سيتادير ليكزيرسيس نون أوتوريزي دو لا ميديسين، وكاين الطب إيليغال، سيتادير ممنوع باش يمارس الطب. يقدر الطبيب يكون طبيب ولكن حاصل على دبلوم، ولكن إلا ما كانش مسجل في هيئة الأطباء وطلب الإذن باش يمارس الطب حتى هو كيتعاقب لأنه غير مرخص له. وكاين لا ميديسين إيليغال، هو الإنسان اللي ماشي طبيب وتي يمارس الطب، وهذا هو مشكلتنا في المهنة ديالنا طب التجميل، أننا خاصنا يكون القانون وخاص نوعيو جميع الجهات ولو تكون الوزارات هيئة الأطباء باش نحميو المريض، لأن العواقب تيمكن لها تمشي من حاجة بسيطة إلى أن هذا الإنسان ما يبقاش يشوف، صديق يولي عمى غير بواحد لو جيست اللي هو تعتبره صغير، ألوغ كو هو جيست هو عمل طبي. الفترة ما بين 18 و 19 أنه كان الورشات، لأننا تنبغيو نقسموا التجربة ديالنا. إذن هاد الأطباء اللي تيتعلموا أو لا عندهم لكابينه ديالهم وبغينا نوريوهم تقنيات واحدة أخرى أو تقنيات جديدة، تنديروا ورشات، ومن بعد الورشات درنا لي كونفيرونس محاضرات. هاد المحاضرات فيهم أخصائيين مغاربة وأخصائيين من واحد عدد من بلدان، كاين مثلا إسبانيا، كاين لا سويس، كاين لا تركي، كاين لا غريس، باش نقتسموا هاد جميع التجربات. كيفاش تنشوف الطب التجميلي؟ حنا كنا المغرب هو اول واحد كان دار دبلوم لازير ديال الطب التجميل في 2016 داكو، وحنا الاولى اللي كنا درنا، وكنا فخورين بهذا الشيء اللي كانوا غير الاطباء. ولكن الان ما بقيناش فخورين نقولوا حنا اطباء تجميل، لان الناس ولاو تيخلطوا ما بين الطبيب وما بين الخير الطبيب اللي تيمارس هذه المهنه هذه، رغم انه ممنوع ما يمكنلكش تمارس هذا الشيء، لان خاصك تكون حاصل على دكتوراه الطب، وعاد من بعد دكتوراه الطب تكون متمرن على هذا الميدان هذا. رساله للاطباء، وعندي رساله حتى للمجتمع. رساله الاطباء انهم خاصهم يكونوا دايو. حنا الجمعيه ديالنا عندها واحد الشعار اللي هو كونفراترنيتي سوليداريتي لويالتي، اون دو ايتر لويال، سيتادير ان الاطباء تنصحهم بانهم يتمرنوا يقراوا. الحمد لله دابا في المغرب كاين دبلومات ديال لازير، كاين دبلومات ديال طب التجميل، يتمرنوا باش يحميو المريض. وعندي رساله للمجتمع، المجتمع ساهل باش تعرف الانسان واش طبيب ولا ماشي طبيب. كاين واحد الاشاره في الباب كتقول لك هذا طبيب ولا هذه استيتيسيان ولا هذا كوافور ولا. اذا المجتمع خاصهم يعرفوا بلي كاين واحد الخطوره كبيره. دكتور ملوك هند، انا كاتبه العامه للجمعيه المغربيه للطب التجميلي التجديدي والوظيفي. هذه الجمعيه هي مازال صغيره سنا ولكن كبيره بالمنخرطين ديالها والمشاركين ديالها. دونك الجمعيه كاين عندها بزاف ديال واحد الخريطه ديال العمل، ياك عندها اهداف كثيره بزاف، انسانيه، ثقافيه، اجتماعيه، علميه، تشاركيه، عندنا بزاف ديال الاهداف. ولكن في هذا
هذه البدايه ديالنا حاولنا نديروا مؤتمر علاش باش نركزوا على التكوين المهني في مجال الطب التجديدي في هذا المجال. كاين عندنا لقاء تشاركي تواصلي ما بين الخبرات الاجنبيه والخبرات المحليه المغربيه. قبل ما نقول نهضر على المؤتمر نهضر على الخبرات اللي جايين عندنا خبرات من 9 دول اجنبيه، وعندنا خبرات مغربيه عندها صيت عالمي محلي وعالمي. تما سي دي كوال تنقولوا لهم كيمشيو ل كيشاركوا في مؤتمرات عالميه كاساتذه. دونك المؤتمر اللي درناه هاد 3 ايام، اليوم الاول كان عباره عن ورشات عمليه تطبيقيه اللي محدده العدد في الحضور ديال الاطباء، كان فيها 120 واحد مقسومين على الصباح 60 واحد و 60 في العشيه. الوغ هاد الورشات كانوا مقسمين الى بزاف ديال الاجزاء، كيمروا منهم الاطباء كاملين كيحضروا للتقنيات الجديده اللي كاينه في عالم الطب التجميلي والتجديدي والوظيفي. دونك كيحضرونا كيقولوا لنا التقنيات الجديده. هو اوفات سي واحد اللقاء اللي تبادلي من حيث الكم العلمي، كل واحد كيقول الطريقه اللي كيدير والاخر كيادابتيها على الطريقه ديال كيقربها للطريقه ديالو، كنخرجوا بواحد التوصيات اللي كتعطينا واحد طريقه جديده لتجديد هاد التقنيات اللي كاينين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.